مستمرين معاكم ومشاهدينا بفقرات الكويت مثل ما وعدناكم قلنا لكم حزاوين الليلة غير وحزاوين في تلفزيون الكويت لشهر رمضان أيضا غير حزاوي منيرة شنو التفاصيل ما ندري جبنا لكم منيرة كبرها عشان تقول لنا شنو سالفة هل حزاوي مساك الله بالخير منيرة يعطيك العافية نورتينا في ليالي الكويت تسلم منورة بهلها حياك الله بليالي الكويت الله يحييك حزاوي يعني الحين الكل راح يترقب هالحزاوي برمضان من زمان ما سمعنا الحزاوي القديم من يداتنا وشي الفكرة هذه شلون جت معك؟ أنا أجمع الحزاوي من زمان طبعا من صغرتي كلنا أكيد كنا نسمع حزاوي طبعت أثر بنفسي وحبيتها عقب دراستي الأدب الإنجليزي عرفت أهمية المث بكل حضارة فكنت أجمعها من فترة طويلة المخرجة عواشة الحميدي شافتني بسناب أختها أنا حازي لما أتجمع مع ربعي فكرة البرنامج جت منها بادرت في إنها تتواصل معي وتعرض علي فكرة البرنامج احنا قبل لا ندش بتفاصيل البرنامج انا ويا شيمان قبل شوي طلعنا على الهواء بالصدفه قلنا ليه والذيب انت قلتي انا مو حزايه شلون قلنا ليه والذيب ما ادري حاسين انه ليش ليه والذيب ما ادري حاسين انه في الظاهر شنو يعني ليه والذيب شنو مو حزايه تعتبر؟ ليه والذيب من القصص العالميه تعتبر حلو اي لكن حزايه هي كلمه حزى معناتها تنبأ او انه ترقب شيء هذا تعريف الحزايه لا كلمه حزه حزه إيه؟ اوكي فحزايه اتوقع من الترقب والثريل والمتعه الا ان في وايد ناس اعتقد في ما يعرفون معنى كلمه عربيه فصيحه ما يعرفون كلمه حزايه صحيح حلو الحين كلمنا على البرنامج مالك برنامج حزاوي منيره هو برنامج راح ينعرض في رمضان وبعد رمضان ان شاء الله البرنامج مدته 10 دقائق كلها حزاوي من التراث الكويتي طبعا تصورنا بمناطق مختلفة بالكويت مثل بيت ديكسون قصر الأحمر بعد وين يعني أماكن تراثية مختلفة بالكويت بس القصص هاي ما لها علاقة بالموقع اللي أنتوا اخترتوه تكلمنا عن بعض المواقع نعم تصير الحزاية عن الموقع أوكي. ومعظم الحزاوي هي أصلا من التراث الكويتي يعني. أنا ودي أعرف قبل منيرة الفكرة اللي خلتك تكتبين هالحزاوي هذه أنا قريت بنهاية الكتاب اللي كتبته عن القصة شون انقلوا لك إياها عن يدتك لما جات من نجد إلى الكويت صحيح كام. أيوة هذا هو بين المجمعة بالضبط بين المجمعة والمرقاب مجمعة والمرقاب نعم أوكي كلمينا شون جات الفكرة هذه شون جمعتيها في كتاب الحزاوي هاي كلها بل أنا وايد تأثرت بالحزاوي اللي أبوي كان يرويها من السيدة هذه اللي هاجرت من نجد إلى الكويت هذا كله موروث شفهي وأنا عرفت أهمية موروث الشفهي عقب ما طلعت على الشعوب إن هم وثقوا إحنا الكويتيين ما وثقنا بمعنى إن في ناس لو راحوا خلاص راحت معهم الحزاوي صحيح. لأنها منقولة شفهياً أما اللي ما يوثق أو ما يكتب أو ما عنده أي اهتمام يعني تمر عليه مرور الكرام بعد ذلك أبوي روالي قصة هجرة جدتها من نجد إلى الكويت ورأيت أهمية توثيقها صراحة لأن إحنا كل الأمور اللي عندنا موثقة تقريباً سياسية أو هذا من ناحية الاجتماعية خاصة من جانب المرأة عشان ما تنثر يعني هاي بعدين قلة من وثق في ذلك طيب لو بتحازين حزاية من اللي راح تقولي لهم في البرنامج شو بتختاري لنا؟ شيمان مستعيلة أيه لا تشوكت أنا بصراحة قريت شوي فتشوكت أكثر يلا رد على شيمان الحين شنو تحبون شيء عن شنو مثلا شوف أنا أحب شيء يخوف خليك ليش حرام حزاية تخوف لأن هي تنوم الياهل اللي تخوف شوي عندي طويلة من الرعب الياهل عندنا حزاوي تخوف بس شوي طويلة ما عندنا عن السعلو عندنا فكاهية السعلو ما يخرع؟ لا مو هي تخرب السعلو؟ لا خلنا نسمع السعلو نختار حزاية زينة والسعلو طبعا قبل أن نبدأ بالحزاوي صلى الله عليه النبي قبل تقول الحزاية أول شيء بقول للسادة المشاهدين يعني طبعا الأستاذة منيرة عندها طريقة بالإلقاء جبارة يعني تفوق احنا دائما لما نقول يعني حزاوي نتذكر منه نتذكر والدتنا نتذكر يدتنا فطريقة كلامها طريقة منيرة اليوم بالتقديم طريقتها مختلفة ويمكن أحسن منهم بعد شوي فعشان كذي هذا اللي راح نشوفه بطريقتها تسلم مشكور يلا تفضلي هاي كل واحد والواحد الله في سماه العالي وكل إبليس مخزيها الله هذا الواحد الريال اللي عنده بنية اسمها زينة توفت أمها فتزوج حرمة ثانية عشان تدير بالها على بنيتها المهم هذا الريال قرر أنه يتجر فسافر ديرتم ثانية وخذ معه وليده قعدت زينة مع مرت الأبو وذاك اليوم يوم يسافر الأبو عطى الأم المكسوم المرت الأبو المكسوم وقال لها لا تقصرين على بنيتي أي شيء تبي أعطيها لا تحسسينها أني غايب وأكليها وعشيها وزينيها وسوي لها كل اللي تبي حلو. طبعا مرت الأبو عادة معروفة أنها نحيسة العكس تصير قشرة نحيسة أي المهم وتقوم زينتي لها تقول لها يما سوي لي عشاء تقول لها أبوك ما خلى لنا شيء يما سوي لي غداء أبونا أبوك ما سوى لنا شيء تقول لها شو سوي
قالت لها ربطي بكره بصبعك وطلعي دوري لك اكل. وتقوم زينه تطلع تربط بكره بصبعها وتمشي تمشي تمشي. مرتلب وش سوت؟ قصت الخيط. عشان تضيع. عشان تضيع تبي تفتك منها. وتقوم زينه تحوس من شعيب لشعيب ومن وادي لوادي لين وصلت ذاك القصر الفاضي. استانست طقت الباب تبي تدش القصر لا يطلع هذا القصر بيت السعلو. ويقوم السعلو يشوفها ويخطفها ويحبسها مع اخوه الصغير. اخوه الصغير شوي كان معتوه. المهم اخو السعلو. اخو السعلو. اخو السعلو اكشر هالمره اخوه بعد. اخوه معتوه اي الصغير. زين. إيه. المهم ويرجع لابوه من السفر وهو ولده ويقول حق مرته لابوه وين بنتي زينه؟ شو تقول له بنتك زينه من حاشه. كان يقوم الاخو يقول ابد زينه اختي مو من حاشه. شو تقول لا من حاشه. ويقوم الاخو يقول انا اطلع لكم زينه ويجيبها ويروح يدورها وينادي بكل مكان ويصرخ زينه يا زينه. وتسمعها زينه من القصر من بعيد وتقول له يا منادي لا تنادي زينه بالقصور الابعادي. فهم الاخو ان هي عايشه بقصر السعلو ويقوم يلبد لها وينطر لين يطلع السعلو. هو يطلع كل يوم بالليل طبعا لين طلع السعلو. قام ورفس الباب ودش وخطف زينه ورد بيتهم وكسر عين مرت لابو وبين حق لابو انها كذابه. ويقوم لابو يطلق مرت لابو وخليها تولي وترد زينه حق ابوها وكلهم يردون حق بعض. والله النيره انت اول شيء شوقتينا وغير شيء طبعا انت لاحظتي قلنا للحزاوي القديمه. لا انت لاحظتي انا قاعده اتكلم وانا مذكره كذي. لاحظتي كلامها كويتي القديم صح. ما هذا اللي شدني لطريقه كلامها انه المفردات اللي مصحبتها قديمة والجيل اللي يبي يسمع المفردات القديمة هذه اللي قاعد نشوف قاعد تندثر وقاعد تدخل عندنا مفردات جديدة ومسمينها اللهجة البيضة فقاعد تروح لهجاتنا القديمة. فبالتالي شيء حلو أنها قاعد توثقين الحزاوي هذه القديمة وبنفس الوقت أنك أنت قاعدة تقولينها بطريقة حلوة مبسطة وقريبة للقلب. بس السؤال هني يعني ما يستنكر مثلا الطفل لما تقولي الحزاية ليش؟ وتقول يعني لما تقول الحزاية وانت تسولفي له تطلع له مثلا كم كلمة شي كويتية قديمة ما يطالع شي يقول شي مثلا يغلج اكثر بعد انا مبسطة ما يقول لك هذه شنو؟ بلا يقولوا هذه فرصة يوقفك يتعلم شوي يوقفك ها؟ يتعلم يستمتع فيها لما تعطيه المعنى وتعلمه. حلو الكلام الكويتي القديم. السعلو شلون شكله؟ شنو تتخيله؟ ما ادري الخيال متروك لنا طبعا واسع الخيال صح. انا تخيلته واحد يعني هو اكيد شرير يعني بس ما تخيلت بمواصفات معينه يعني يقولون انه هو طويل وضخم ويخرع عينه كبار واذانيه طوال وخشمه طويل ايه يعني هذه على قولتهم خرافه تاركي لك الخيال زين يعني قد ما تخرع لياهلك يعني هذا الحين لا تخوف بس زين ما تخوف وايد زين نرجع شوي منيره للبرنامج ان شاء الله عسى الله وفقك ان شاء الله برنامج راح يكون برمضان قلت لي 10 دقائق خلينا نتكلم شوي تفاصيل اول شيء ليش اخترت 10 دقائق بالبرنامج قلت تقولين اكثر من حزايه اثنين انت يعني في كل يوم راح تقولين الحزايه مده الحلقه 30 حلقه صح نعم كل يوم تقولين حزايه واحده بس صح صح كل يوم حزايه واحده 10 دقائق عشان المشاهد لا يمل اوكي اي هو التفاعل بيني وبين الجمهور بس هو سرد ماكو شيء ثاني فاكثر من 10 دقائق اتوقع يصير ممل حلو زين تذكرين قبل كان يا مكان اي السوري اي مسلسل سوري صحيح اوكي قبل كانت هذه شو اسمها تيتا تيتا مدري شنو حتوته مش يقول لهم موقف ايوه يطلع بعدين يعني نقول تصوير درامي اللي طبعا فنانين النجوم يقدمون هذه الحزايه بطريقه حلوه صح وبعدين ترجع الكاميرا لبيت الجده مثلا اللي كانت تروي هذه القصه انت يعني سويت هذا الشيء ولا سويت شيء ثاني تطلعين انت طول العشر دقائق انا طول هالعشر دقائق حلو في المستقبل تتطور لا يعني والله عندنا لا والله ونعم فيك بالعكس بس احنا قاعد نقول نشوف الفكره اللي انت بتقدمينها بس يعني هذا شون. كان يا مكان ترى انتاج ضخم يعني انتاج يبيله اعداد اكثر من سنه زين التلفزيون الكويتي دائما ما يقصر ليش ما بادرت في هالشيء؟ ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله نتمنى ودنا ليش لا؟ نتمنى طيب منو اللي اكثر شيء يعني تشد الحزاوي هذه البنات ولا الاولاد اكثر شيء؟ والله الحمد لله يعني جميع الاعمار انا فريق العمل اللي اشتغلت معاه ما شاء الله عليهم يعني الله وفقني بشباب يعني صاروا اخواني صراحه وهم من فئات عمريه مختلفه انصدمت وانا احازي انهم يندمجون بالقصه يعني خلينا نقول لك الاعمار من 21 الى تقريبا 38 وغير هذا صار العمل معهم متعه صرنا اذا نتيمع يينا مره ثانيه يقول ايه رحت الديوانيه وحازيت يقول لي رحت حازيت هذه حق ربعي يعني فصار تفاعل فظيع ما توقعت هالفئه العمريه اني اشدها نهائي طبعا الحريم الكبار لما ازور لازم احازي الكبار الكبار اللي فوق 60 يندمجون يندمجون رفيجاتي طبعا يندمجون الحمد لله الاطفال يعني انت
اكيد لك مدخل عليهم. طيب ال 30 حلقه هذول قلتي 10 دقائق راح تخصصينهم يعني حزايه واحده. طبعا الحزاوي كثيره اللي انت جمعتيهم، كيف تم اختيار الحزاوي ال 30 هذول؟ يعني قعدتي مع فريق معين مثلا اخترتوا نوعيه معينه تتناسب مع الشهر، ولا تركتوها يعني اختيار عشوائي؟ لا انا وعواش الحميدي المخرجه، طبعا عواش اسم الله عليها وايد عندها خلفيه بالتراث، فاقعد معها قبلها بكم يوم نرتب الحلقات اللي راح نقولهم، وعلى بناء على طلبها هي لها نظره في الموضوع، فنسقنا انا وياها يعني وايد ساعدتني. اغلبيتهم شنو طلعوا رعب مثل طلب طليحي؟ الشباب المصورين طلبوا رعب ما قدرت ارد. حتى مصورين بعد صارت الرعب ويانا، حتى صارت بالامراض. المصيبه اللي صورناه بالمتحف الوطني والوضع كان يخرع، يعني يعني الموقع مو تماثيل، مجسمات. مجسمات تعطي ايحاء بالخوف. تعطي ايحاء بالخوف صح؟ تعطي ايه، وساكتين وهدوء والممرات ظلمه. بس روعه التصوير. روعة. كتابة شلو تكلمينا عنه اللي هو بين المجمع والمرقاب، أعطينا بس فكرة أكثر شهر. عنه الكتاب هذا مثل ما قلت لك موروث شفهي. قصة هجرة الجدة إلى الكويت كانت ترويها لأحفادها شفهيا، طريقة الهجرة بالبر على ظهر بعير لمدة شهر مو شيء سهل، المشاق اللي مروا فيها، خاصة إنها امرأة، والامرأة بوقتها ترى ما تطلع ما تروح السوق. امرأة فقدت عيالها وما كان لها الحق إنها تبكي. أول عندهم عيب إذا ما تولدش تبكين. إذا ما عيب إذا ما تولدش تبكين. شلون صارت؟ إي والله تصدق هو كان يعني. هو كان من ناحية اجتماعية إنه ما يبون صوت الحرمة يطلع. إنها تبكي بس إنها بدون ما يكون إنها صرخ. لا صدقين عندهم البكاء كفر، يعني البكاء على فقد الابن كفر. مرت أمام تحديات كبيرة ومآسي كبيرة، وبالنهاية المخرج كانت امرأة معطاء بمعنى الكلمة، ربة أجيال. أشوف أقارن بالمرأة بهذا الوقت، يعني كل شيء متاح أمامها، وقد تقول أنا انحرمت من شيء معين وتعقدت. ما أتوقع في أنس يعني امرأة مرت بهموم كبيرة مثل هذه وتطلع نفسيتها سليمة يعني. زين منيرة، أنت الكتاب الحين هذا صار له شهر بالسوق صح؟ بالضبط من إصداره. الحين كلمينا عن نسبة المبيعات، قاعدين باع اثنين يعني قبل تقولي عن المبيعات. زين الحين احنا قاعد نشوف توجه شاو اكثر شيء سوشيال ميديا وشغلات، حتى اللي بيتابع يتابع يعني بالتليفون. صحيح. فهل رجع الجيل هذا اللي يروح مكتبه وياخذ كتاب ويقرا؟ والله اي في اقبال على الكتب الحمد لله، اما بالنسبه هذا البائع يقول لي انه زين الاقبال عليه. الحمد لله. الحمد لله. بس ما شاء الله الشباب الكويت قراء، والسعوديه كذلك قراء، يعني دول الخليج العربي وايد متجهين الشباب للقراءة، خاصة الروايات التاريخية. في يعني في إقبال على القصص التاريخية و نعم. شيء حلو هذا. بس هم محظوظ اللي يكون يقدر ينشر بالسوشيال ميديا، لأن هي أسهل وسيلة. أنت سويتي بالسوشيال ميديا شيء صح؟ كنت تقولين أو بالإنستغرام سناب أو شيء؟ إيه بس شيء بسيط، إنستغرام بس شيء بسيط يعني. ليش ما طورتي منيرة؟ ما أقدر يعني ما عندي. يعني أوكي أنت عندك أوكي تلفزيون، عندك برنامج، لكن هم حلو إنك تكونين من الصوبين اللي ما يتابع التلفزيون مثلا توصلي الرسالة عن طريق السوشيال ميديا. ما عندي هالموهبة هذه اللي بالسوشيال ميديا اصير اكتف، يعني بالقصب انزل بوست. لا يعني اوكي حطي كاميرا ثابته وقولي الموضوع خلال دقيقه ينزل انستغرام انتهى. هو بسيط بس انا يومي لويا يعني ماكو ترتيب يعني. ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. نورتينا منيره، وان شاء الله يا رب موفقه بالبرنامج هذا. مشكوري ما قصرتي. وراح نتابعه انا شخصيا، راح اتابع حبيت الحزاوي اكثر. ناطرين رايك حبيبتي، يشرفني نعطيك راي، وايضا نتمنى لك التوفيق بعد. مشكوره ما نورتينا. تسلمين. موفقه منيره، يعطيك العافيه. عندنا كان تقرير حسن البلام شيمان. عندنا تقرير طبعا، عندنا الفنان حسن البلام ومجموعه من نجوم الفن في دوله الكويت، منهم الفنان احمد العنان والفنان عبد الناصر درويش والفنان ايضا انتصار الشراح وكوكب اخرى من الفنانين، راح نتابعهم طبعا على شاشه تلفزيون دوله الكويت في شهر رمضان المبارك من خلال مسلسل هيل وسهيل. تابعهم معاكم في هذا التقرير واللقطات اللي راح نشوفها.